على بالك بلي انعدام رخصة السياقة في اللي يعاقب عليه القانون، وهذا ما يطلب منا بلي نحولوك الأمن الحضاري مختص إقليميا بيتاخذوا معك الإجراءات الكاملة. أكثر من 3500 دراجة نارية وضعت تحت المراقبة و498 مخالفة منذ بداية الشهر الجاري. رغم كل هذه الإجراءات الردعية التي تسهر مصالح الأمن على تطبيقها، غير أن ارتكاب المخالفات بقي مستمراً. لتطلق المديرية العامة للأمن الوطني بداية من 11 إلى غاية 20 سبتمبر من الشهر الجاري حملة توعوية لهذه الفئة. دائماً يعني من خلال الاتجاه الأول نقوم بعملية تحسيسية توعوية غير ثقافة لدى جميع سواق يعني المركمات بما فيها يعني سواق الدراجات الناريه، اضافه الى الجانب الثاني هو جانب يعني دائما وقائي ردعي من خلال التدخل المعاينه وضمان السكينه العامه بالنسبه للمواطن. السلوكيات السلبيه والخطيره وعدم احترام قانون المرور من طرف مستعملي الدراجات الناريه اسهمت في ارتفاع نسبه حوادث الطرقات. احنا دائما الحوادث المروريه نربطها يعني بنسبه معينه يعني يتحملها دائما العنصر البشري، ويعني نتكلم على السائق بصفه خاصه يعني انه باعتباره من يتحكم في المركبة، لكن الدراجة النارية يعني هي كذلك راح تكون طرف، لأنه بالرغم من سهولة التنقل بها إلا أنها يعني خطيرة إذا لم يلتزم يعني صاحب الدراجة النارية يعني ببعض يعني شروط السلامة من بينها يعني ارتداء الخوذة. حملة تهدف إلى توعية مستعملي الدراجات النارية لتجنب التصرفات السلبية والخطيرة قبل الانتقال نحو الإجراءات القانونية والردعية.